فيليدا تجعل منزلي أنظف. بدنا دجاجتين طبعا مقطعة، كل دجاجة إلى 8 قطع. كيف بدي أسوي معجون الكاري؟ بدي 1/4 كوب زنجبيل، ثوم، بصل، فلفل أحمر حار مطحون، فلفل أحمر طازة، بدنا كمون، كزبرة، كركم، فلفل أسود، وبدنا هال، 1/4 كوب كزبرة خضراء، كوب حليب جوز الهند أو اللبن، 2 خضار مقطعة ومسلوقة، ملح وفلفل. ورحين نسوي كمان جنبها أرز تايجر مفلفل، فبدي 3 أكواب من أرز تايجر المفلفل، وبدي 4.5 كوب من الماء. أوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا بطلت أعرض مساعدات. شاف يضل من النوع اللي بحب حدا يساعده. لا بالعكس والله شرف. أول شيء فلفل أحمر فريش ما في، جبت فلفل أحمر مجفف وعملنا له عملية نقع في المي. طبعا كمية الفلفل القرار قراركم، تحبوا هو شوفوا هذا حار حار مش كثير يعني عادي هو شوف يعني الأكل الهندي بشكل عام حار، ولكن انتوا العبوا شوي بالعيارات. اوكي راح اعطيك كمان المي هاي تبعها، خلي زيد يزيد اليوم سير ايش نط. يلا كزبره راح اسيبكم يعني راح اليوم اعملكم كاري من دون ما نجيب مسحوق كاري. هذا ايش اللي حطيناه؟ كزبره حب، كركم، زنجبيل، بصل، اوكي، شطه حمراء. الله يعني هذا الكاري على اصوله، يعني الطعم اتوقع لحاله. اهم بهار فيه الكمون، كيومن هو اللي بيعطي شخصيه الكاري، الهيل. هسه رايحين نسوي رز، نطبخ رز كمان معاه ان شاء الله، فلفل اسود. هيك امورنا صارت ممتازه، راح اضيف شوي من الملح عليه، بنطحن الكاري بيس او معجون الكاري. انا عم بستمتع كيف الريحة؟ الله 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 هيك صار في عنا الكاري بيس الأحمر. بس نعمه أوكي. عندي دجاج جاهز كمان قبل اللي بنباع في المرتبانات. بدك تشم ريحته؟ لازم بس هيك شوي. الله هذا المطبخ الهندي. اوكي خلوني اشعل الكفوف، نرفع طنجرة على النار. عندي دجاج مسلوق وجاهز، وعندي الخضار مشان السرعة كمان مسلوقة. اوكي مباشرة راح اضيف زيت واضيف المعجون الكاري فوق الزيت واطبخه شوية. طبعا ضايل عندنا الكزبره الخضراء، حنضيفها بس بعد شوي. بس هذا هو اللي طبعا هذا اللون الاحمر منين جاي؟ من الفلفل الاحمر. ايوه فهي عندي زيت، ودائما الطبق الهندي بيكون اويلي، في زيت يعني على وجه الطبق، طبيعي الموضوع. بسم الله هاي الكاري عندي، راح اضيف نصه مشان ما يكونش حر كثير على الشباب عند الفطور، بعدين يصيروا يحكوا شفنا ضايل بالعمد نعمل اكل هيك مشان ايش؟ بالعكس انت هيك بتفتح نفسنا. بدنا شيء زياده يفتح النفس. هي عندي ابن هون، راح ابدا في القليه بالكاري الاحمر اللي هو خلينا نحكي الكاري بيس، يعني معجون الكاري الاحمر. ممكن تسووه وتخلوه عندكم في البيت في الثلاجه شهر وشهرين، او نفرزه يضل بس عليه، بس ضيف على وجهه شويه زيت دائما حتى ما يعفن من وجهه. اوكي بدات الروايح تطلع عندي هون. طبعا بدي استعمل مكثف لانه في عندي مرق دجاج وعندي دجاج في خضار، بحبش الصوص تكون ليكويد شوي. في نفس الوقت راح ارفع طنجره على نار الثانيه حتى اقدم معه
رز تايجر المفلفل، وباشر رز عندي منقوع اكواب من الرز، هاي الزيت شامي الريحه، شامي الريحه يا دانا. الروائح لحالها بتحكي، بس انا حبيت انه انت عامل كل شيء، يعني ولا شيء جاهز. ما هو انا وعدتهم ان نعطيهم هون المكثف، مكثف اللي هو راح بدي اخلي الصوص شوي تشد معي تكون كثيفه. طيب شوف، بس احنا سريعا بدنا نحكي عن رز تايجر ورز شعبان. دائما بنحكي انه بالفعل هو المفضل للست، ست البيت في الاردن. الرز قديش يعتبر هو مصدر مهم للطاقه؟ مهم جدا، بما انه ساعات الصيام طويله بخلينا نحتفظ ونعوض الطاقه اللي فقدناها، مصدر البروتين، الالياف، الفيتامينات، وايضا المعادن. فما نخاف، يعني هو مجموعه غذائيه متكامله، وسهل كمان اذا بدي اضيف من عندي للمبتدئين بتفلفل الرز، او عشان لما يفلفلوا الرز بيطلع معهم. بالضبط، شاطرين من اولها ما بخبص معهم. اوكي، اضفنا الدجاج فوق البيس، وراح اضيف المرق الدجاج اللي عندي. حرام انا كلها طايب هاي. امبارح قعدت افكر في كلمتك قطايب. طايب. هاي صار في عندي اجمل واحلى كري ممكن تتخيلوه وتقدموه. بس يبلش شغلي راح تبين كثافته. رايح بطلت او غيرت رايي مشان يزيد، بدي اخليه كلها محبه، بدي اخليه بدي اخليه فلفل مزبوط. طيب شيف، احنا ما ذكرنا بسؤالنا عشان يكون عندكم فرصة من هون لساعة. يلا. إلا ساعة إلا 10 دقائق تربحوا مكنسة، وكمان تعيدوا بثلاجة جديدة من شركة أبناء حكمة. يا عيني يا عيني. إنه إيش السلطة؟ السلطة اللي رح نعملها إشي لبنانية؟ يونانية، لبنانية أو هندية. وطبعا هي من روح المطبخ اللي بحضره حاليا الشيف نطال. إذن مكنسة وغسالة. أوكي، بدأ عندي الكاري يغلي. عندي مجموعة من الخضار، عندي البازيلا مسلوقة، وعندي بطاطا وجزر، ممكن نضيف الباذنجان، الزهرة، البروكلي، الكوسة، اللي بدكم اياه، القرار قراركم. كمان ممكن نضيف شوي من الكشمش، يعني الزبيب أو الكشمش في آخر مراحل الطبخ. بس أنا هون خلوني أضيف شوي من الكزبرة. شوفوا هذا الكاري إذا عملتوه عندكم في البيت رايح كثير تنبسطوا عليه. هاي كزبرة، عندي حليب جوز الهند، راح اضيف شويه من حليب جوز الهند حسب المقادير. طبق هندي 100% جربوه. 100% بالفعل، لانه احنا مرات بتعرف شو شايف بنعمل في البيت، انه على اساس اكل هندي، بس بنستخدم الكاري العادي، ما بيكون نعم. فيه هاي الاضافات الصح، فهيك بحس هذا الاصل بالضبط بالمطعم. يعني انا قعدت فتره بالهند، شفتهم كيف، يعني في كاري بومبي وكاري دلهي، وفي كاري اخضر. شوف، كاري اخضر، كاري اصفر، كاري احمر، كاري بني. كل شيء له شيء، كل شيء له يعني وصفته. طيب نحرك الرز. عندك وقت نقرا؟ يلا هاتي، شوفي كمان جاهزين. الكل بمسي عليك. الله يمسي عليهم. رح يشتاقوا لك كثير. حبايبي كلهم. ليديا صفدي وصفاء البيك، عمر تحياتنا لك يا بنمسي عليهم جميعا. من كندا منار كمان حبايبي. كل عام وانتم بألف خير. ايضا من الشمال، من إربد تحديدا. اقرأي تعليقي، دائما بشارك. عفاف مومني. ولا شيء، حطينا بس الخضرة مسلوقة والجاهزة. راح الآن أضبط الملح بالشكل، ملحه منيح. الرز عندي هون عم بتقلب، نروح نجيب له المي ونضيف عليه. إذا 3 أكواب من أرز تايجر، احتجنا 4.5 كوب من المي، نقعناه لمدة الربع ساعة مباشرة، قلبته على الزيت وراح أضيفه عليه المي وخليه يطبخ مع بعضه. أنا طبعا مشان الوقت محضر لكم رز. عم بحاول أشوف إذا في أي أسئلة. إحنا جاهزين بخدمتهم. بس اللي عم تبعتوا لنا إياه جواب، ابعتوه على 96995 أو على الأرقام من فلسطين، أو ابعتوا لنا على تطبيق رؤية، أسهل لكم بلاش كمان مجانا المشاركة. ابعتوا لنا رؤية تي في على مسابقة رمضان فوق، تدخل عليها وبتختاروا الخيار الصحيح. بدي انوه انه الجائزة هي مكنسة
وغسالة مقدمة من شركة أبناء حكمة ياسين. وفي موضوع كمان بدي أذكركم فيه لأنه ما ضل غير يومين بيفصلنا عن نهاية شهر رمضان، أنه كاسترا بتقدم لكم كل يوم 200 دينار كاش بتعايدوا فيهم تصرفوهم بالهنا. يلا عليهم عليهم. بنعلن عن اسم الرابح إمتى؟ على 10:30 بآخر وقفة مع استوديو رمضان. بدي أذكركم بالرقم كيف تربحوا 200 دينار، إنكم تبعتوا رسالة فاضية على 96 980 96 980. لحقوا اكتبوه أو ابعتوا من هلا الاسمس. فضحونا بالقرري. الريحة 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 الريحة، شو أعمل لك يعني؟ أكل كله بهارات كله هندي يعني، على القليلة على القليلة طالع لك تشب طالع لك ريحة. الناس عم بتفرش بدون ريحة. الله يعيننا ويعينهم يا رب، وإن شاء الله أنه يتقبل منا. آمين يا رب العالمين. أوكي خليني بس كمان هاي طبق كاري عملنا لكم إياه من السكراتش، يعني ما في شيء عندنا اسمه بهار كاري. هاي البهار الكاري كله، خليني أطلع شوية خضرة عاد من هالقطايب. هاي هاي كل قطايب، هايو أحلى طبق كاري ممكن تعملوه عندكم في البيت من الصفر، وجربوه راح تشوفوا النكهة المتفجرة داخل